بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان المبارك صاحب القرآن المبارك، فهو شهر كله بركات وكله إحسان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من صائمنا وأن يتقبل من قائمنا وأن يجعلنا عنده من المقبولين وأن يرزقنا أسباب القبول. عارفين أهم شيء إيه للقبول؟ أهم حاجة مش إن أنت تتمنع عن الأكل والشرب أو إتيان الرجل زوجته أو الغيبة والنميمة ما أقولهمش والكذب، لا، أول درجات القبول هو القلب وما يسكن في القلب، واللي بيسكن في القلب أهم حاجة لله إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللي هو الإخلاص. ألا لله الدين الخالص؟ بلى، له الدين الخالص. يبقى الإخلاص لله عز وجل هو ده أول عتبات، أول درجات السلم في القبول. ده ممكن يكون الإنسان عنده إخلاص وما يقدرش يعمل أو عمل وقف، ساعتها يعمل إيه؟ ربنا يعطيله الأجر العظيم بسبب إخلاصه لله عز وجل. لذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد المخلصين. ده كده مع سيدنا النبي الأحلى، كان مخلصا ومخلصا. مخلصا أن يخلص النية لله في كل أعماله، يعني أنا ما بعملش حاجة إلا لربنا. ومخلصا يبقى ده الوفاء من الله عز وجل والجزاء، يقول له أنت أخلصت لي طب أنا هخليك بقى خالص ليا، لا تفعل إلا ما أحبه وما أريده وما أرضاه. هذا الإخلاص أمر عزيز. ممكن الشيطان بيخش الإنسان بينزعه فيه، بينزعه فيه بمعنى إن يقول له يعني في الصلاة مثلا طول شوية كده عشان الناس يشوفك إن أنت بتصلي يقولوا عليك عابد، أو في الصيام حاول تظهر إن أنت متنسك كده ومنكسر. لا، منذ متى ونحن نتعامل في الطاعات بأن تكون قلوبنا متعلقة بالخلق؟ في الطاعات قلبك متعلق بربنا. لو اتعلق بحد غير ربنا وقلبك انشغل، هنا مباشرة الطاعة تبقى باطلة، أفسدتها قبل ما تبدأ فيها، لم تنعقد حقيقة وإن كانت انعقدت صورة. لذلك أنا أقول لكل مصلي، لكل صائم، لكل قائم، لكل تال للقرآن، لكل مخرج للصدقة، لكل وصول للرحم، اوعى تعمل الحاجات دي وقدامك الناس او ان هم يردوا لك الجميل. لا، اوعى تطلب الجزاء من غير صاحب الجزاء. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد بيسأله وبيديله، هو سيدنا النبي كان بيستني ان حد يرد له الامر، يقابل المعروف بالمعروف معه؟ لا، كان يعطي ويجزل العطاء صلى الله عليه وسلم ولا ينتظر الا من رب الارض والسماء. هو في حد اصلا عنده عطاء عشان يديهولك؟ هو ممكن واحد فقير يطلب من فقير؟ هو ممكن واحد محتاج يطلب من محتاج؟ طب ما هو انت وانا وكلنا والاغنياء والفقراء كلهم محتاجين لي هو. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. اياك ان تظن لنفسك قوه فلا تخص لله في طاعتك. إياك أن تظن أن مالك سيساعدك إن لم يكن فيه الإخلاص لربك، قوتك، قراءتك للقرآن. لذلك أكثر الناس إخلاصاً
هم الذين لا يرون الخلق في أعمالهم، وإنما يرون رحمات ربهم، يرون جمال ربهم، يرون جلال ربهم، يرون كمال ربهم. فاللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا يا ربنا ممن يقولون فيعملون، وممن يعملون فيخلصون، وممن يخلصون فيتقبل منهم، إنك أنت البر التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.